الحكومة اللي عندنا بالمناسبة، احنا دابا الإخوان ما كنتعاملوش مع الحكومة بالمنطق ديال، ما كنتعاملوش مع الحكومة بالمنطق ديال العداوة، وأنه هي اللي دات لينا بلاصتنا ولا ما نعرف شنو ولا هادشي داز. هذه الحكومة ديال المغرب، حيت بعض الناس السي نبيل بن عبد الله أنا اللي خبرته، قلت له راني هضرت مع 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 عزيز أخنوش، قالها ناضت ضجة، وبعض الإخوان مشاو تيقولوا كيفاش علاش تهضر مع عزيز أخنوش ما تهضرش معنا إلى آخره إلى آخره. هادو راه يعني لا يفقهون شيئا. عزيز أخنوش هو رئيس الحكومة، وأنا غنقول لكم علاش هضرت معاه. هذه ماشي المرة الأولى اللي هضرت معاه، هذه المرة الثانية ولا الثالثة ما كنتذكرش مزيان، هو اللي هضر معايا المرة الأولى. أنا هضرت معاه لأنه هو نط مع الصباح كنلقى واحد الخبر شائع لدرجة تخوف من الفتنة، أن 12 مليار ديال الدرهم وقع تحويلها. عيطت على السي دريس الأزمي، قلت له السي دريس هالكلام اللي كيروج واش هاد الشيء ممكن؟ طبعا أنا ما في النهاية أنا ماشي زعما أنا غيدي دادمينستراسيون، أنا ماشي مدرب وتنعرف الفلوس ديال الضرائب كيفاش كيتجمعوا ما كيتجمعوش واش يمكن يديهم لاخر 12 مليار ديال الدرهم غير باش تهزها شحال خصك؟ فهمتيني ولا؟ قال لي يا سعدي لا ما بان لياش. قلت له عيطت على فوزي القجع، عيطت على فوزي القجع لأنه هو ديال الميزانية ما جاوبنيش. ليش تفوزي القجع ما جاوبنيش؟ عيطت على عز أخنوش، عيطت على عز أخنوش ما جاوبنيش، واحد ربع ساعة من بعد عيط عليا، عيط عليا تكلمت أنا وياه بلطف وداك الشيء. قلت له السي عزيز واش خبارك هذا الشيء؟ قال لي لا. قلت له هذا الشيء ها هو راه شائع، فهمتيني ولا؟ ودابا الله يخليك شوف هذا الشيء شنو شنو الحق ديال الله، هو من الاول فهم شنو هو المشكل. قال لي السي الاله والسي الكرام كنتش عاقل، قال لي راه هذا الشيء غالب الظن الضريبه على القيمه المضافه اللي كان خصها تدخل وما دخلتش، ماشي دخلات وتحولات، ولكن مع ذلك خدا الوقت وقلب واتصل بيا. قال لي راه داك الشيء غير فيك نيوز راه ماشي صحيح. قلت له والله يخليك ديروا بلاغ. من بعد واحد ساعتين ولا ثلاثة ديال السوايع خرجوا داك البلاغ اللي خرجته وزيرة المالية. أنا عادة نعتبر الدور ديالي الواجب ديالي، فهمتيني ولا لا؟ ورئيس الحكومة كاين عدد ديال المصالح مرتبطة، أنا ما كنتصلش غير بوزير رئيس الحكومة، كنتصل حتى بوزير الداخلية، فهمتيني ولا لا؟ سي نورمال، فهمتي؟ حنايا اتفقنا معاهم خلصنا لهم الثلث ديال 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 داك الشيء اللي كيتسالونا، ولكن حتى هما خصهم يعطيونا شي بركه ما عطاوناش. عيطت عليه قلت لي السي عبد الوفي راه ما صيفطتولناش الفلوس. قال لي راه الاحزاب ما تفاهموش المرسوم مات المرسوم. قلت له قول لهم يتفاهموا الله يخليه. قال لي واش غير على هذا الشيء عيطتي؟ كدغر على هذا الشيء انت؟ انا عيطت على الفلوس انت ولا من البيت فلا ربنا يحميه. انا ابو طالب مشى، عبد المطلب مشى تيدافع على الابل ديالو، انا كندافع على الفليسات ديال الحزب ديالي، لانه كان شحال هادي عندنا الفلوس باش نصبروا، دابا الفلوس ما بقاوش، فهمتي؟ وقال لي سي خيرون، قال لي راه المرسوم يمكن غيدوز الاسبوع المقبل، باقي شي خلاف بين الاحزاب على شي حاجه امر بها سيدنا وباقي ما اتفقوش عليها كيفاش يديروا لها ديال الدراسات والتكوين داك الشيء. المهم احنا كنقلبوا على حقنا، فهمتيني ولا لا؟ وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.